زيارتان إلى موسكو في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر، أولهما صادفت اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، أما الثانية فبمناسبة احتفالات عيد النصر على النازية. فرصتان اقتنسهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتودد إلى الكريملين وبث شكاويه المشبعة بالنزوات الصهيونية. نتنياهو عبر لبوتين عن قلقه من محاولات إيران تعزيز مواقعها بالقرب من الحدود السورية المتاخمة لإسرائيل، ممنيا النفس بأن يلعب الكريملين دورا إيجابيا للحيلولة دون مواصلة إيران نشر عناصرها في سوريا والتي ترى فيها تل أبيب تهديدا مباشرا لأمنها القومي. أشيد بالفرصة التي تحدثت عنها لبحث الوضع والتفكير سويا في الخطوات الصحيحة لإزالة التهديدات الحالية في المنطقة. بوتين أعرب خلال اجتماعه مع نتنياهو عن أمل أن تتمكن موسكو وتل أبيب من إيجاد لغة مشتركة تسهم ببلورة حلول للمشاكل التي تضرب منطقة الشرق الأوسط. أود الإعراب عن أملي في أن نتمكن ليس فقط من مناقشة الموقف، وإنما أيضا من البحث عن حلول تؤدي إلى تخفيف حدة الوضع وإيجاد سبل لتسوية النزاعات القائمة. ويرى مراقبون أن التطورات التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة وقيام سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه ضربات استهدفت الجيش السوري والعناصر الإيرانية في سوريا أمر يوتر العلاقة بين موسكو وتل أبيب. هناك بعض التباينات في وجهات النظر ما بين روسيا وإسرائيل، لأن روسيا تسعى لإيجاد الحل في سوريا، أما الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا هي انتهاك مباشر لسيادة هذه الدولة. اهتمام إسرائيل بمناقشة الوضع القائم في المنطقة مع روسيا بما فيها الاتفاق النووي الإيراني وتواجد عناصر حزب الله في الحدود السورية الإسرائيلية أمر يرى فيه خبراء بأنه كشف مبكر لنوايا تل أبيب بتوجيه ضربات تستهدف كل ما هو إيراني في سوريا، ما يستدعي تنسيقا عاليا لتلافي خدش كرامة الدب الروسي. يبدو أن التنسيق بين روسيا وإسرائيل فوق سماء سوريا لم يعد كافيا بالنسبة لتل أبيب، فالزيارة المتكررة لبنيامين نتنياهو إلى موسكو تؤكد بأنه يسعى للحصول على الضوء الأخضر من فلاديمير بوتين من أجل شن هجمات عسكرية على القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا وقت ما شاء. يوسف بيغار، قناة الغد، موسكو.